حكم الحقن المجهري لا بأس به، أما تجميد المني لا يجوز، تجميد المني لا يجوز، جمد الماء المني واحفظ في ال في ال المرأة تجلس تولد طول عمرها هي، وعدد من النساء يستعملن المني المجمد ويحملن، والرجل مات من سنوات يولد مفاسد لا حصر لها. كذلك بنوك اللبن، لبن الأمهات صنعوا بنوكا تصبح الناس كلهم إخوة من الرضاعة وأنت لا تعرف. الكفار هؤلاء لا يراعون دينا ولا إيمانا ولا شرائعا.